مونولوج التحول بقى كان أنهي موقف وأنهي لحظة وحصل إزاي؟ اللي هو اللحظة بتشوفي الحاجات بطريقة مختلفة، بتاخدي قراراتك بشكل مختلف، بشكل بتاعك أنت، بيخلي حياتك بعد كده تبقى سكتك أنت، اختياراتك أنت. من أول يوم في حياتي من وانت طفلة؟ من وانا عيلة صغيرة، وانا هو أنا هو أنا، لم أتغير ومفيش أي حاجة حولتني لا يمين ولا شمال، مكملة على طول، لا حبص ورا ولا حبص يمين ولا حبص شمال، مفيش، ما عنديش تيرنينج بوينت خالص، ما بتلفيش وترجع. لا 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 لا، أنا كده طول عمري، وطول عمري باخد قرارات من وانا زبلة صغيرة باخد قرارات. يعني لما اخترتي الرقص الشعبي كنت عشان توصلي للرقص الشرقي؟ لا لا لا، ما كنتيش عندك القرار ده؟ كنت بحب فريدة فهمي وعاشقة ليها، وكان نفسي أبقى زيها، يعني كانت هي مصدر الطاقة في حياتي. وأنا عندي 9 سنين خدت قرار، يعني خدت قرار أخش فرقة المدرسة للفنون الشعبية، رغم أن أنا كنت الأول بعزف كمانجا وإكسليفون وفريق الكورال. بتحبي يعني المزيكا من وانتي صغيرة؟ طول عمري، أنا يعني لحد دلوقتي بعرف أعزف شوية، مش قوي بس بعرف. مين الشخصيات اللي عرقلت طريقك؟ مين الشخصيات اللي وقفت في طريقك؟ اللي لا. حاولت تعطلك؟ ما عنديش الحالة دي يا شيخة والله. محدش خالص، ما عنديش الحالة دي. أو كان في حد بيجي يعني في طريق ما فيهوش مطبات ناوي يعمل حاجة بس أنا بعمل كده. زي مين؟ لا ما أقدرش. يعني أنت مثلا زعل والدك منك 2 سنين، ما هو ده مطب، ما هي دي حاجة تعرقل. بالعكس، ده يقوي، في مطبات تقويكي ما تضعفكي، يقويكي عشان أنت اللي واقفة لنفسك طبعا، يخليكي تشتغلي أحسن وتنجحي في الجامعة علشان تبيني له إنك أنت ما خسرتيش ولا حاجة. مين تاني؟ كل الشخصيات الباقية من عيلتك، من أصحابك، من القريبين منك، كانوا راضين وقابلين لا 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 طبعا. لا لا، ما دي عراقيل أهي. لا لا، بالنسبة لي لا، أنا أي حد مش عاجبه حياتي كده على جنب على طول وامشي. أنا يعني أنا لسه هقعد أشوف. أنتي عشان شخصيتك يا دينا لما بتعدي حاجة ما بتلفيش تبصي عليها؟ لا خالص، لا لا، ولا كأنها جت أساسا. يعني أنا لما حد يقول لا هي رقصت ما تدخلش بيتي، تمام، مش هدخل البيت، يعني الرقصة عندي أهم، فخلاص.